أنا المشاهدي الكرام، مشاهدي ألفاس بريس، طفت على السطح مؤخرا مع هذا الدخول السياسي والاجتماعي وفاة أحد الأطباء الداخليين. طبعا الموت صار كصدمة كبيرة لدى عدد من زملائي ولدى عموم الوسط الطبي. طبعا تعددت أسباب والظروف والحيثيات، وهو ما يثير حوله عدد من النقاط التي سوف نطرحها مع الدكتور الشهبي. دكتور الشهبي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. شكرا أستاذ. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله خير. طبعا احنا كنتكلموا على هذا الدخول السياسي والاجتماعي، فاذا بنا الان مع واحد الدخول اللي هو دراماتيكي، يعني وفاه احد الاطباء الداخليين. يعني كيفاش استخدمتوا هذه الوفاه ديال الطبيب هذا في ظل الظروف الحاليه اللي كيتكلموا عليها الاطباء؟ اولا اتقدم بالعزاء للاسره الصغيره والكبيره ديال هذا الطبيب، اللي هو هذه المساله ناسف لها. ودائما يعني الموت كيفما كان، يكون طبيب او غير طبيب، دائما فهو كيبقى فينا الحال، خصوصا بالنسبه لهذه الظروف اللي وقعت. المشاكل اللي كتوقع في الطب او غير الطب هي مسائل احنا كنا تكلمنا عليها هذه تقريبا اكثر من 11 سنه. كنت كنتكلم على هذه المساله هذه من الاسباب اللي او التداعيات اللي خلات ان يكون هذا الجو مشحون بالنسبه للاطباء الداخليين اللي كيتكلموا عليه، او حتى الخارجيين، حتى بالنسبه للاكسترن اللي كيبداو. كاين واحد الخلل. هذا الخلل ماشي جديد، والحجه هي ان انا تكلمت على هذه المساله هذه 11 سنه. كانت المناسبه هي ان كانوا اطباء داخليين عملوا اضراب على قبل الامتحانات في اخر التكوين. وربما من الاسباب اللي خلات هذا الطبيب يكون في حاله سيئه نفسيا هو انه كان كيفكر بان بقات له سنه واحده وخصو يدوز واحد الامتحان، وهذاك الامتحان فهو بيد رئيس القسم اللي ما عندوش علاقه جيده معه. هذه المساله بالضبط تكلمت عليها قبل ما تكون هذه الفاجعه. لماذا؟ لان انا دوزت التخصص ديالي في فرنسا، وكنعرف بان كنعملوا مسابقه باش يمكن لك للولوج للتخصص، وملي كتدخل في فرنسا ما كتبقاش دوز امتحانات، لان ملي كتنجح في هذيك المسابقه اللي هي تقريبا كيدوزوا فيها عده جنسيات وكياخذوا 6 أو 7 يعني في هذه الجنسيات كامله. علاش؟ لانك كيعرفوك بان جيتي عندك واحد المؤهلات، وملي كتدخل المصلحه فكيشوفوك يوميا، يعني يوميا كيتعاملوا معاك يوميا. اذا كانت عندك مشاكل في اي نقطه من النقاط فهي كتصلح اثناء المسار ديالك اللي كدوز فيه 4 سنين أو 5 سنين ديال التخصص. ومن هنا كنجريت ناقوس الخطر وقلت لهم بان راه كاين واحد المشكل. لماذا؟ لان شكون اللي كيدير الطب؟ الناس اللي كيمشيو يديروا كليه الطب فهما كنظن بان الناس اللي عندهم كيكونوا متفوقين في النقاط ديالهم في المسار ديالهم الدراسي. ملي كتدخل لكليه الطب كدوز مسابقه، وهذيك المسابقه كيدوزوها بين الناس اللي هما عندهم نقاط عاليه. اذا كناخذوا خيره ابناء الشعب اللي كيدوزوا امتحان كينجحوا وكيدوزوا واحد 6 سنين 7 سنين، ومن بعد كيدوزوا مسابقه اخرى اللي بين هذوك الناس اللي هما متفوقين، عاوتاني كناخذوا منهم واحد متفوقين ديال المتفوقين باش يعملوا تخصص معين. وكل تخصص يعني كاين التخصصات اللي هي مطلوبه بزاف، بحال مثلا طب العيون، بحال جراحه الدماغ، بحال الاختصاص الجلدي، بحال المسالك البوليه، هادو كلهم يعني مطلوبين. اذا كيكونوا الناس اللي كينجحوا فيهم كيكونوا متفوقين باكثر. وطرحت واحد التساؤل، قلت كيف يمكن ان كنعطي لهذا الاستاذ او رئيس قسم كنعطيه المتفوق ديال المتفوق، ومن بعد غيدوز له الامتحان؟ شكون اللي خصنا ندوز له الامتحان؟ واش هذاك الطبيب او الطبيب اللي هو كيدير التخصص ديالو، او رئيس القسم؟ لان انا عطيتك خيره طلبه او خيره يعني الاطباء في المجتمع وغتسقطوا. اذا كاين مشكل، يعني كيف يمكن؟ يعني مساله غير معقوله. ولهذا فمثلا فرنسا ما كدوش امتحان، وفي المانيا ما كاينش امتحان حتى في البدايه، يعني حتى في الولوج للتخصص ما كيكونش اختبار. اذا كاين واحد الخلل. ولهذا ملي كتولي عاطي المصير ديال واحد الانسان اللي دوز 7 سنين أو 8 سنين في الطب
وزاد خمس سنين ديال التخصص وتجي في الاخر كيبقى على حسب العلاقه بينك وبين هذاك الرئيس المصلحه كيولي المستقبل ديالك. ولكن ما ممكنش نلغيو هاد رؤساء المصالح باعتبار كيبقاو مشرفين على هاد الاطباء. ماشي على الغاء، ما كنعطيش الصلاحيات اللي هي عنده، ماشي مساله ديال اللغي. راه ما يمكنش كاين عده ناس اللي كانت عندهم ومن جملتهم انا كنا نقدوا نديروا مثلا المسار ديالنا في التكوين كنكونوا اساتذه جامعيين، ولكن ما مشيناش في هذاك المسار لان كان خصك تكون عندك واحد الشخصيه اللي تقول نعم 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 نعم. انا ما عنديش شخصيه باش نقبل اي حاجه، او كان في ديك الفتره اللي كنا حنا كيقضي الصيف كيسخرك تخلص له الدور تخلص له التليفون تمشي تجيب له ولاده من المدرسه. هذه مسائل كنا كنعيشوها، ماشي مساله حديثه العهد. والمشكل هو ان هاد رؤساء القسم الاقسام اللي كاينين دابا هما اللي كانوا كيقراو معنا، حتى هما كانوا يعني هما حتى هما عاشوا في هذه المساله. وشفت في يعني اللي لاحظت في لي ريزو سوسيو ملي كيتكلموا الاطباء او الطلبه هذه المساله كاينه حتى بيناتهم. يعني هذاك اللي هو في السنه الرابعه فهو كيضغط على اللي في السنه الثالثه، واللي في السنه الثالثه كيحكم على في السنه الثانيه. يعني ولا داك الشيء موروث، ماشي انا نقول على رئيس القسم، كان السلوكيه تورث تورث. لان هذه المساله هذه حنا جيل، وهذا الان الناس اللي هما دابا جيل اخر، وحتى الطلبه اللي هما مثلا اللي كاين عنده الا 26 او 27 سنه حتى هو كيديرها لهذاك اللي قل منه بسنه او سنتين. اذا كاين مشكل كاين خلل، ولهذا فدائما كنت كنتكلم. اسمح لي دكتور، واش هو الخلل في المنظومه ولا العقليه؟ فعلا اولا بعد المنظومه، ثانيا كيفاش كنختاروا هاد الاطباء، كيفاش كنختاروهم من البدايه. لان كنتكلموا راه كتشوف دائما كيتكلموا الناس لا في الجرائد او في يعني في لي ريزو سوسيو ولا هاد المسائل هذه كنتكلموا على الطبيب الطبيب الطبيب، بحال كنجيبوا الطبيب كيتزاد طبيب من كرش مو. راه طبيب فهو ولد الشعب، زاد هو من اسره كتلقى خوه طبيب، واحد محامي، واحد قاضي، واحد هذا. وقت ما كيوقع مشكل في شي مهنه كنبداو نتكلموا على المهنه. راه المشكل عندنا مشكل اخلاقي بعدا، اولا المشكل تربوي. كاين بعض الدول راه ما كياخذوش غير النقاط او التحصيل العلمي، راه ماشي التحصيل العلمي اللي هو كيعطيك يعني باش تولي تقدر تكون متفوق في المواد كامله، ولكن ما يكونش عندك اخلاقيات اللي تسمح لك باش دير واحد المهنه، او ما تكونش عندك واحد الطاقه نفسيه باش يمكن لك تحمل الضغوطات. راه ما يمكنش عاوتاني نلومو الا رئيس القسم، حنا كنقول لك حتى بين الفئات ديال الطلبه او الاطباء اللي هما في طور التخصص حتى هما بيناتهم كاين واحد يعني واحد التنمر وكاين واحد الضغوطات. هذا هو السؤال، ملي كنتكلموا على الطبيب المفروض ما كنبرؤوش فقط رؤساء المصاحب ولا نلوموهم، ولكن المسؤوليه حتى على الاطباء الداخليين. هذا الطبيب اللي المفروض انه يكون عنده معنويات مرتفعه فوق الضغوط النفسيه، هو اصلا ما خسر الطب الا الطب راه هو مهنه ديال الضغط النفسي، وبالتالي فخص يكون مهيئ نفسي. حنا ما كنقولوش يقبل بالحكره، ولكن تكون يعني الجانب النفسي عنده قوي ومرتفع اكثر. دابا انا درت الدراسه ديالي في الطب هنايا في المغرب الدار البيضاء، ومن بعد مشيت درت التخصص فرنسا. كنت بعض المصالح كنمشي لهم كنلقى واحد الانسان اللي كيحقرني، كيتعامل معايا معامله كانني غير موجود، ولكن كنقول انا جيت باش نتعلم، غادي نصبر على واحد المسائل، ولكن ما عندوش هذيك الصلاحيات باش انه يهرس ليا المستقبل ديالي. يعني ممكن غادي يستفزني، ممكن غادي يقول لي شي كلمات اللي غيجرحوني ممكن، ولكن هذه ربما في التكوين ديالي خصني نصبر ونعرف بان ربما غنطيح في واحد المريض اللي غادي حتى هو غادي يدير مساله بحال هكذا، او ربما غنكون في واحد الظروف اللي العمليه غادي تهرب لي من يدي وخصني يكون عندي واحد البروده ديال الدم وخصني نعرف كيفاش غنتعامل معها. يعني كيفاش غنتعامل مع المسائل بدون انفعال. هذه المسائل هذه فهي حتى هي في التكوين، ولكن ملي كيكون الظلم هنا يعني صعيب، وكيكون المستقبل ديالك بين يدين واحد الانسان اللي كتشوف فيه بانه غير نزيه او ما كيحترمش. لان مع السنوات هذا الشيء ولا كيبنتي كيتوارث، ولات طبيعي، ولات مساله عاديه، بما ان
حتى الداخلي بيناتهم كيحتقروا بيناتهم، حتى الخارجي كيحتقروه لانه مازال ما دخلش ما دوش المسابقه باش يكون حتى هو في طور التكوين ديال التخصص. هذه المسائل كلها مساله ديال المنظومه ككل، ماشي مساله. ومن غير المنظومه كان حتى الاسره، حتى الاسره المغربيه حتى هي راه المسائل ديال القيم والمبادئ راه نقصات، ما بقاتش. كان الاخ الكبير كيحترموه، كان الجار كيحترموه، ما بقاتش هذه المسائل. هذا لا يعني بان عير الطب راه مساله ولات. خصنا نرجعوا شويه للمرجعيه ديالنا، فهي مرجعيه دينيه هو الاسلام. كنظن بان نرجعوا نقريو وليداتنا شويه الدين التوقيع، يعني ما بقاش هذاك المسائل. هنا كنشوف حتى في المزاوله ديالي تقريبا هذه ما يقرب من 30 سنه وانا ازوج في القطاع الخاص، هاد 50 او 60 الاخرى كيجيك المريض كانه طبيب كيتكلم معاك وكيستفزك، وملي كتقول له راك فتي واحد الحدود كيقول لك مالك مقلق الطبيب، دابا هو اللي كيدوز لك. اذا كاين واحد المساله، كان الطبيب يحترم، ما بقاش الاحترام لا ديال الطبيب ولا حنا كنشوفوا حتى داخل الهيكله للتكوين اللي كنكونوا فيه الاطباء حتى هو كاين مشكل. اذا كنظن بان خصنا اعاده النظر في المنظومه الصحيه ككل، حتى بالنسبه للاساتذه التكوين ديالهم خصو يكون تكوين ماشي مبني الا على يعني التميز في المهنه، ولكن خص يكون هناك اخلاقيات وخص توصل واحد الرساله اللي هي كيف غتتعامل مع المريض، كيفاش غتتعامل مع بعض الظروف. اذا كاين عده نقاط اللي خصهم وخص تكون. ولهذا فصاحب الجلالة عطى الاوامر ديالو باش التعليمات ديالو باش خلق هيئه عليا للصحه اللي كنتمنى انها غتمشي في ذاك المسار اللي غيقد يحل المشاكل، ما تكونش هيئه عليا. لان الخطا ديالنا في المغرب والمشكل الكبير ديالنا في المغرب هو اننا كننقلوا اللي كاين في فرنسا. فرنسا فهي بلد فاشل، انا بالنسبه لي المنظومه ديالها فاشله. اذا كاين اللي كيتكلموا على هيئه عليا للصحه، هيئه عليا للصحه اللي كاينه في فرنسا فهي تحت وزاره الصحه. حنا نتكلم عن هيئه عليا للصحه كبر من وزير الصحه، كبر من وزارة الصحة، هيئة عليا اللي غتكون كتنظر لنا، لأن الصحة لا تنظر على خمس سنوات أو ست سنوات، فكتكون 20-25 سنة، وماشي غتجي حكومة وتريب مبنات حكومة أخرى. فهاد الهيئة العليا للصحة تكون عندها دراسات مبنية على الواقع، وكل جهة غتكون عندها خاصيات ديالها. راه الشمال ماشي هو الجنوب، المدن الكبرى ماشي المدن الصغرى، ربما التكوين ديال الطبيب خصو يكون تكوين اللي عنده علاقه بالاجواء اللي غادي يشتغل فيها. الاستاذ الجامعي خصنا ندير له تكوين خاص، ماشي بهذه الطريقه اللي كنعملوا. حنا كدوز بعض المسابقات تدوزها، يعني كيقد يكون الانسان متوسط وينجح فيها وكيدوز واحد المسار. كاين عد كاين ما يقال، ولكن اللي غيتحط واحد الاليات وغتحط مسائل اللي هي بواحد الدراسه معينه وغادي تكون اخلاقيات خصها تكون، لان ما يمكنش. انا الطب انا كنشوف حتى كليه الطب تكون عندها حتى اللبسه تكون الناس يلبسوا بحال ماشي هذاك اللي عنده اللي ما عندوش، لان فيها واحد الانضباط. هذاك الانضباط الا ما كنتيش تربيتي فيه من الصغر راه من الصعب انك. انا كنشوف الناس كيدوروا بلي بلوز الطابليه ديال المستشفى يضربها في الطوموبيل وغادي، او استاذ رئيس قسم ولابس البيجامه ديال البلوك وغادي بها في السياره. هذه مسائل، هذا عدم احترام المهنه. اذا كاين ما يقال وكاين ما يتعمل، ماشي ما كاينش ما يتعمل. وعندنا الحمد لله الناس اللي هما عندهم يعني غيره على البلاد وباغين، واخا في القطاع العام او في القطاع الخاص، اللي باغين يصلحوا ويديروا يعاونوا. وكاين ما يعمل زعما كاين ما يدار، يعني مساله ماشي غادي نغسلوا يدينا على نقولوا راه ما كاينش حلول، ولكن كاين حلول، ولكن خص انضباط وحتى كيفيه لا سيليكسيون، يعني باش نختاروا الاختيار ديال الاطباء خاصها تكون عندها عوامل اخرى من غير التحصيل العلمي. خاص مسائل وخصنا نقريو ليتيك، يعني اخلاقيات المهنه تبدا من كل سنه، من كل سنه. ولما لا قبل ما تدخل السيرفيس النشيد الوطني وتعرف بانك كتخدم البلاد وكتفكر بانك راك غادي تدخل، راك ماشي داخل ما خصوش يهضر معايا. راه عطيني حتى رئيس المصلحه خصو تكون عنده واحد السلطه، لان غنكون طبيب، هذاك الطبيب راه خصني راه بحال السلاح، راه خصني ماشي غادي يجي ويبدا يقتل في عباد الله، راه خصو يعرف شنو هما الحدود ديالو. راه حنا كاين واحد التسيب
الاسف. مع الاسف كاين واحد التسيب وما بقيناش كنحترموا يعني المهن. كتلقى بان ممرض كيقول لك ولا طبيب كيقول لك انا او ممرض كيقول لك سيدي انا دكتور فلان اللي هو اللي هي اوكسيليير كتسمى مساعده ديال الممرضه كتقول لك انا ممرضه. يعني ما بقاش ما بقيناش كنحترموا. باغي نشد واحد باغي نشد واحد المرتبه اللي بلا ما ندوز لها المسار ديالها. يعني خصنا كاين عده كاين ما يوقع. دكتور شهبيل وانت تتكلم عن الانضباط والاخلاقيات كنوصلنا لنهايه هذه الحلقه هذه. شكرا جزيلا لك.